حياكم الله. في الدوري العراقي المدرب ما زال هو الحلقة الأضعف في المعادلة الكروية، فهو الشماعة أو الضحية الأولى بعد كل أزمة أو خسارة ليتكرر سيناريو الإقالة والاستقالة، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففرصة الوقوف في المنطقة الفنية باتت أكبر الغايات. لذلك وللأسف وصل التربص أعلى درجاته بين المدربين، وبين هذه التشخيصات وتلك، يا ترى من المسؤول عن هذه التخبطات والتقاطعات بالعمل ما بين المدرب وإدارة النادي، التي لا بد أن تكون لها انعكاسات سلبية على ديمومة واستقرار الدوري من جهة، والكرة العراقية على وجه العموم. أهلا بكم في الجزء الثاني. إدارات الأندية تعمل مزاجية، ما عجبك هذا المدرب ما خلاك تتدخل بالأمور الفنية، ممكن يقيل لك بأي لحظة. أيضا المدربين يتحمل المسؤولية، كيف يتحمل المسؤولية؟ لأنه أولا لا يضع شرط جزائي يضمن له الحقوق، بحيث الإدارة تتردد في عملية الإقالة بسبب هذا الشرط الجزائي. يجب أنه على الاتحاد أنه زام الأندية بالتعاقد مع مدربين الموسم كامل فقط. أنت ممكن إدارة فشلك وممكن إدارة نجحك. يعني أنا أشوف من 24 مدرب يتبدل خلال مرحلة واحدة، هذا شيء كثير. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. حقيقة يعني تكرار هذا الأمر بالدوري يجعلنا نتساءل، من المسؤول في إقالة واستقالة المدربين بهذه الطريقة؟ من المسؤول عن التخبط والتقاطع في العمل ما بين المدرب وإدارات الأندية؟ هل الاختيار الخاطئ من بين الأسباب الحقيقية؟ لماذا دائما يكون المدرب الحلقة الأضعف في المعادلة الرياضية، بحيث يكون المدرب الحل الجاهز أو الشماعة لإخفاقات بعض إدارات الأندية، فتقوم بالضغط على هذا الجانب لكي يعني تمتص غضب الجماهير؟ مشاهدينا نعود إلى حوارنا مع ضيفنا المدرب القدير حسن أحمد. كابتن، اليوم نحن نتكلم عن الإقالة والاستقالة التي يعني طالت المدربين، برأيك ما هو السبب وراء تعدد الاستقالات والإقالات في كل موسم؟ وهل فعلا يعني يدفع المدرب ثمن الأخطاء الإدارية والتحكيمية والضعف المالي للأندية؟ أكيد كلامك صحيح أستاذ بلال. يعني أنت مرات يعني الفشل يصيب نقول الأندية أو الإدارات من خلال يعني التعاقد العشوائي مع بعض المدربين، إضافة إلى مو كل مدرب يعني أنت قدره إنه هذا المدرب يخدم هذا الفريق. ممكن هذا المدرب هو جيد، لكن استراتيجيته وعمله ينصب أنه يحتاج إلى لاعبين، مثلا نقول لاعبين هم يعني يشيلون اسم المدرب، وأكو مدرب لا يصنع من لا شيء يصنع فريق. فهنا تبقى خيارات لازم تكون على ضوء هذه الإمكانات. بعض الأندية يعني من تتعاقد ويا لاعبين تتعاقد على عن طريق المصالح أو طريق التوسط، وهذا كده حيكون فشل. يعني الإدارة هي لازم تكون مسؤولة أمام الراعي الرسمي اللي يدعم النادي، من يتعاقد لازم يكون هو الإدارة تكون هي مسؤولة على التعاقد، أو مثلا أكو لجنة فنية بكل نادي هي اللي ممكن تأخذ على مسؤوليتها التعاقد مع المدربين. فإذا كان يعني التعاقد يتم على ضوء إمكانات ودراسات
صحيحة أكيد المدرب راح ينجح، ولازم يكون دعم. يعني إحنا نقول على طول، يعني نقول بالدورات التدريبية يقول لك الفريق ينبني على مثلث هو الإدارة واللاعبين والكادر التدريبي، وضمن الوسط يكون روح الفريق الواحد، يعني يكون انسجام بين الثلاث هاي الأمور. إذا ما تمت هاي الأمور الفريق ما يوصل إلى نقول مرحلة تحقيق النتائج الإيجابية. وأنت تعرف أستاذ، أنت بطل من أبطال العراق، يعني الوصول للإنجاز يحتاج لك إلى توفير إدارة جيدة، لاعبين جيدين، وكادر تدريبي جيد. أي واحد من هذا الركيزة يكون غير جيد الفريق ما يوصل إلى الإنجاز. كابتن، يعني في هاي الحالة اللي ما ذكرته، يعني أين دور رابطة المدربين يعني لحفظ ماء وجه المدربين من سطوة الإدارات إذا صح التعبير؟ والله أكيد، يعني بكل العالم أكو 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 روابط تقود رابطة المدربين المحترفين، هي اللي تقود أو تضع شروط وتضع قوانين وتحمي المدرب. الآن إحنا بدون هاي الرابطة نشوف، يعني نحس نفسنا ضعيفين، ماكو رابطة تدافع عنا، ماكو توجيه بشكل صحيح. يعني انبثقت سابقا رابطة من هذا الاسم، لكن ما حصلت الدعم يعني من جهة راعية، وانحلت هاي، وكانت تحمل أسماء كبيرة مثل أستاذ حسين ذكر، الكابتن يحيى علوان، أستاذ نزار أشرف، أستاذ أنور جسام، كابتن راضي شنيشل، أستاذ باسم قاسم، يعني أسماء كبيرة كانت أعضاء في هاي الرابطة، لكن انحلت لأن ما لقيت الدعم اللي يكون لها. فنحتاج إحنا مثل هاي الروابط إنه تحمي المدربين، وتكون هي مثل يعني الجهة الحامية للمدرب العراقي المحلي. كابتن حسن، يعني بعض المعلومات وبعض الأخبار، بس أحب يعني نتأكد من حضرتك، هل هنالك فعلا بعض المدربين يضمرون لزملائهم وكانوا يعني سببا وراء الإقالة أو استقالة بعض المدربين؟ أكيد يا أستاذ بلال، صار يعني تدي كثرة المدربين بالعراق، وهذا خلل يعني بعدم وضع نقول قانون للمدربين. يعني احنا المدربين يمكن بالعراق اكثر من البرازيل، يعني هاي مره حكاها في احدى الدورات استاذ عبد الله محمد حسن الخبير الكروي، يعني قال احنا لين العشوائيه انه كل دوره تجي سي وبي واي وندخل مدربين، اصبح عندنا العدد 2500 مدرب. زين 2500 مدرب، احنا كل الانديه الدوري الممتاز هي 20 نادي، وهذول المدربين كلهم يطمحون يريدون يستلمون الدوري الممتاز، يعني ما يروحون يتدرجون بالعمل. انا اقول مع الاسف يعني صارت بالفتره الاخيره اللاعب يريد يدرب باسمه من كان لاعب، انه لاعب دولي وكان لاعب مميز. العمليه التدريبيه تخضع الى عده اعتبارات، اول شيء شخصيه المدرب وكاريزما المدرب، ثقافه المدرب، يعني بعض الأمور اللي لازم تتوفر بالمدرب. ممكن مدرب أنه ما كان نجم لكن يصبح مدرب جيد، موهبة، تدريب موهبة، عكس الـ يعني بعض الأمور. فإحنا الآن كلها تريد تدرب، فأكيد يعني إحنا نلعب بنادي الكرخ، والمساعدين ما تباعون كل اللي قاعدين مع احترامي يكونون هم ضمن المرشحين، ويتكلمون كلام الفريق مو زين، الفريق ما يلعب طوبة، الفريق ما ادري شنو، حتى يحاربون رئيس النادي حتى يقيل المدرب. وهاي انا اعتقد ولدت مو بس الضغوط، انا بالنسبه لي ما انضغط الحمد لله لان عندي ثقه بنفسي، لكن بعض المدربين ينضغطون ويبدا عمله يعني يحصل باخفاق. كابتن، ابقى معنا، سنتابع معا استطلاعا لاراء من اهل الشان اعربوا من خلاله عن مسلسل استقالات المدربين، وهذه بصراحة الظاهرة غير الصحية. نتابع ولنا عودة، خليك ويانا. تغيير المدربين ظاهرة غير صحية استشهدها الكرة العراقية خلال الآونة الأخيرة،
بعض المدربين وقعوا ضحيه لقرارات الادارات، وبعض الادارات لم يكن اختيارها موفق للمدربين، وهذا التغيير المستمر بالمدربين يؤدي الى عدم وجود استقرار بالكره العراقيه ويؤثر على المنتخبات الوطنيه جميعها في المستقبل. المطلوب ان يكون اختيار الاداره دقيق للمدرب وفق امكانياتها الماديه وامكانات اللي يمكن توفرها من لاعبين وامور اخرى. اللي اذا يحصل الان عندما تسوء النتائج يكون المدرب هو الضحيه. نتمنى الخلاص من هذه الحلقه بحيث انه يكون المدرب عندما يتم اختياره يكون له عقد طويل 4 سنوات 3 سنوات وحتى 10 سنوات حتى يعدنا الفريق. فالان المدرب العراقي اصبح في محرقه، وهذه المحرقه ستحرق الجميع، ولا اعتقد في يوم من الايام لا نجد مدربا يستطيع قياده فريق كبير. اكيد مشكله كبيره نعاني منها يمكن الموسم الاول والاخير، المواسم السابقه ايضا نفس المعاناه، يمكن ارقام قياسيه حقنا في اقاله المدربين او استقاله المدربين، اكيد يمكن تتحمل الادارات ايضا جزء كبير جدا من هذا اللي قاعد يحصل، ايضا الاعلام اللي يروج لبعض المدربين ويعمل من المدربين على مستوى عالي، لكن بعدين نتفاجئ يمكن سوء النتائج وضعهم التدريبي. فاتمنى انه هاي ما تاثر على باقي الانديه، نحن اكيد يمكن لاعبينا ايضا راح يتاثرون، لان كل 4 أو 5 مباريات يكون هناك مدرب من نوع خاص، فكر خاص، طريقه لعب خاصه، فاكيد راح تكون هناك نتائج غير جيده. ونتمنى على الادارات التعاقد مع مدربين على مستوى جيد مستوى عالي، ان لا نريد مدرب يخرج من هذا النادي نشوفه راسا ثاني يوم وثالث يوم في نادي اخر، هاي مشكله احنا نعاني منها ايضا، هاي مشكله كبيره جدا. فنتمنى على ادارات الانديه توضع حد لهذه الامور اللي قاعد تحصل، وما نريد دورينا انه يصير في يعني في امور غير جيده، استقاله المدربين، حتى بعض الاحيان اللاعبين، خروج بعض اللاعبين في الانتقالات الشتويه او الصيفيه. نتمنى على اداره الانديه انه توضع حد لهذه المشاكل قاعد تحصل، اختيار المدربين الاكفاء والاحسن لتدريب النادي وفق امكانيات وشروط جيده على مود نخرج في نتائج ايجابيه لهذا النادي. اهلا بك مره اخرى كابتن. اهلا بك استاذ بلال. كابتن، يعني من خلال كلامك العدد الكبير للمدربين، يعني وهذا العدد وراء البحث عن فرصة العمل حتى وإن كانت يعني مثل ما تفضلت تنتهي بإقالة مشينة لزميل آخر، يعني هي كثرة العدد هي حالة إيجابية أم سلبية؟ لا أكيد أستاذ بلال، هي حالة سلبية، لكون أنه أنت تعرف الاتحاد الآسيوي من تأخذ شهادة سي لازم 6 أشهر تدرب عملي يلا تنتقل إلى البي، والبي بعد سنة يلا تنتقل هم تدرب عملي، فهو يجب عليك أنت من تأخذ الشهادة لازم تدرب، لأن أكثر المدربين اللي قلنا عدد صار 2500، أكثر المدربين يعني ما مستفادين من الشهادات التدريبية الماخذية لأن بدأ يدربون، وكو مدربين ما يعجبه يشتغل يعني فئات سنية ويتدرج بالشكل الصحيح، رأسا يريد باسمه يصعد، وهذا شوف سبب أكثر المدربين اللي فشلوا من المدربين الشباب فشلوا لأن ما كانت لهم تجربة عملية مع الأندية أو مساعدين مدربين. يعني أجيب لك مثال، أنا اشتغلت ويا عمو باب الله يرحمه، اشتغلت ويا محمد طبرة، اشتغلت ويا أمور أحمد، اشتغلت ويا كاظم الرباعي، اشتغلت ويا عادل يوسف، اشتغلت يعني كثير، يلا أصبحت مدرب والحمد لله كانت تجربتي الأولى معنا التجارة ونجحت بها، لأن كان عندي عمر تدريبي صحيح واستفاديت من المدربين اللي عملت معهم، إضافة إلى الشهادات التدريبية. يعني أحد المدربين أنا أستغرب عليه كل ما يطلع وقال أنا عندي برو لازم أدرب منتخب لازم أدرب، هذا غلط، هذا يعني أنت البرو هي كل واحد يقدر يحصلها، يدفع 5000 اشتراك دورة وراح يدخلها، بس ما تسوي مدرب البرو، اللي يسوي المدرب هو تجربته العملية من خلال استلامه للأندية أو الفئات العمرية والتدرج والصعود إلى القمة. كابتن، السيد العنكوشي مع الديوانية استبدل 9 مدربين خلال موسم ونصف، ما تفسيرك عن هذه الحالة؟ والله أكيد يعني الأستاذ حسين العنكوشي طبعا نحييه من هذا المنبر، يعني إنسان متفضل، إنسان يصرف من جيبه الخاص، وإحنا نتمنى تكون هاي التجربة بكل الأندية، يعني رؤساء الأندية يصرفون
من جيبهم الخاص في سبيل يعني تقويم النادي أو إبراز هذا النادي. لكن من الخطأ أنه تدري أنت من الخطأ أنه الأستاذ العنكوشي ليس لديه مستشارين ينصحوا بعض الأمور. يعني تدري هو مو رياضي، هو يعني أحد الشخصيات السياسية أو شخصيات التجارية، يعني ما حد مدى يقول له أنت مثل هذا الأمر راح يجلب سمعة غير جيدة لل يعني للنادي الديوانية. نادي الديوانية اسم كبير، نادي الديوانية خرج لاعبين كبار، فهسه صارت ردة فعل بعض المدربين. يعني واني واحد منهم، يعني واحد يتمنى يدرب الديوانية، لكن ممكن انت يعني تقول لعبتي أنا ممكن ما توفق يقيني، وهاي تجربة اللي صارت 9 مدربين 10 مدربين أقالهم، فهاي صارت ردة فعل بعد كابتن. أي مدرب كابتن فعلا حالة غريبة وغير معتادة يعني نسبة كبيرة. صح. يعني وراء هاي الأسباب يعني تم تداول عبر الإعلام تصريح لحضرتك يعني بأنك من المستحيل أن تقود كرة الديوانية، هل لهذه الأسباب يعني اتخذت هذا القرار أو أبديت بهذا التصريح؟ والله أكيد، يعني أنت كل مدرب يحترم نفسه، ما يقبل على نفسه مباراتين ممكن ما يتوفق بيها وينقال. يعني أكيد هاي صعبة وتأثر على سمعة المدرب والسي في مالته. فهو بكل شيء جيد، يعني الأخ الأستاذ العنكوشي إنسان محترم، ويعني بتقعد وياه إنسان طيب ومتفهم وداعم وهذا، لكن هاي الشغلة اللي قلت لك بيها الاستعجال على النتائج وتغيير المدربين يمكن أبدت خوف الكثير من المدربين الآن. الأسماء ما يروحون يدربون بالديوانية، وهذا هو السبب. أما المدرب اللي ما عنده اسم يقول لك أنا أروح أدرب، نجحت ما نجحت شيء أثر علي، عندي تجربة راح أعاني بالسي في ماتي أنه دربت نادي الديوانية. كابتن حسن ابقى معنا، سنتابع معا ما قاله ذوي الشأن والاختصاص حول الموضوع، خليك ويانا. بعض المدربين يستحقون، ممكن أنا أقول لك رقالة بسبب نتائجهم الغير جيدة، وهذا واقع في كل دول العالم. يعني 7 مباريات أنت خسارات وفوز ممكن أكيد تغيير، لكن البعض لا يستحق التغيير. يعني شوف أنت مستوى اللي يقدمون وضاعت الفرص، لكن الحظ ما يحالفهم أو أخطاء تحكيمية، وشوف الإدارات تقيل هاي المدربين أو يصير ضغط على بعض المدربين. يعني للأسف هاي الحالة نشوفها يعني ظاهرة غير جيدة، وأتمنى على الإدارات بأن يكونوا صبر مع المدربين، خصوصا اللي المدربين اللي يقدموا مستوى فريقهم لكن لم يحالفهم الحظ. طبعا من حق الادارات في تغيير المدربين بسبب النتائج غير جيده للفريق في اكثر من 5 مباريات. اتمنى ان شاء الله بالوقت القريب انهم نقلل من هذه الظاهره، خصوصا اخواني الموجودين في الهيئات الاداريه. انه انا اليوم تمت تسميه مدرب الفريق سينا، انا اظل على طول الموسم، كل ما اعطيت الوقت وكل ما اعطيت الدعم ماديا ودعم معنويا في سبيل انه شلون تنتج افكاره، شلون راح يطور من عمليه اللعب، وهاي مثل ما تقول راح ينعكس بصوره ايجابيه على مستوى الفريق بصوره عامه وتتحقق النتائج. واحده من اكبر السلبيات التي دائما ما تتواجد في الدوري العراقي الممتاز هو مساله تبديل المدربين المستمر والاقالات والاستقالات وتواجد المدربين في اكثر من نادي في موسم واحد، وهذا لا يحدث سوى في الدوري العراقي مع كل الاسف. هذا اثر سلبا على المستوى الفني للدوري العراقي وعلى اللاعبين وحتى على المنتخبات الوطنيه. كنا نتمنى من الاتحاد العراقي إيجاد قرار بعدم السماح للمدرب بتدريب فريقين على الأقل في المرحلة الواحدة، وهذا ما نلاحظ الآن في أكثر الأندية. نتمنى إن شاء الله يكون هناك قرارات صارمة من الاتحاد العراقي بخصوص هذا الموضوع، كان هو أثر كثيرا على مستوى الدوري العراقي. أهلا بك مرة أخرى كابتن، بماذا تنصح المدربين الشباب؟ والله أنصحهم بالتأني. يعني شوف هسه تجد مدربين شباب الآن يمكن قليل نجحوا منهم، نجيب واحد منهم نقول مثلا أحمد صلاح ما اجى قفز رأسا، اشتغل مساعد، استفاد من تجربة المدربين الأجانب اللي عملوا بنادي الشرطة باكيتا وغير باكيتا، فأكيد استفاد الرجل واستبر، يعني صبر على نفسه وبالأخير قام تجي الفرصة. في حين أكو مدربين حد الآن ما مشتغلين حتى مساعد المدربين، قال لك أنا أخذت السي والبي والأي، السي والبي والأي هي منهاج تدريبي،
يعني انت اسس تعلمك على على عملية التدريب مثلا بالشدد بالاحمال بالوقت بالراحة يعني هي الدائرة التدريبية. ممكن الجانب الفسلجي يعني نقول بعض الامور العلمية ممكن اتطورك، لكن التجربة العملية هي لان انت شوف استاذ بلال بالدورات التدريبية الدرجة اللي تاخذها بالعملي 70 بالنظري 30، لكن النظري ممكن أي واحد يدرس ويقرأ ينجح، لكن أنت العملي أهم شيء، هي الركيزة الأساسية هي التجربة العملية. كابتن، هل لك أن توجه كلمة لإدارات الأندية يعني لتكون رسالة من مدرب فاعل للحفاظ على التوازن يعني الفني دون فوضى التغيير في الأجهزة الفنية؟ والله أكيد يعني المفروض يعني إدارات الأندية يعني كل إدارة أندية تخلي لجنة فنية وتكون ثقتها باللجنة الفنية. يعني أنت من تريد تختار مدرب المفروض يقدم السي في مثل ما يحصل بالعالم كله، يقدم السي في المدرب وأنت تيجي كلجنة فنية. يعني اللجنة الفنية عندها خبرة بإدارة الأندية بالجانب الفني، من يقعد ويا المدرب يعرف شلون يتفاهم، قدم منهاجك ويدرس المنهاج مالتك، هل أنت راح تشتغل بشكل علمي بشكل صحيح حتى يقيم هذا المدرب ومن خلال يتم التعاقد. لكن التعاقد العشوائي اللي يتم بالعلاقات بالتوسط بالهذا أكيد هذا يوصلك إلى الفشل. كابتن، يعني لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا وعلى كل ما يعني قدمته من معلومة وجهد في هذا المحور المهم. كلمة أخيرة. والله كلمة أخيرة أستاذ بلال، يعني أشكرك أنت من الإعلاميين المنصفين إضافة إلى إعلامي قدير، يعني وبرامجك كلها هادفة تهدف إلى التوعية، تهدف إلى يعني بيان الحقيقة، فأتمنى لك كل توفيق والنجاح إن شاء الله. الشهادة اعتز بها من مدرب قدير وصديق وإنسان محترم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الله يخليك حبيبي إنسان. شكرا للمدرب القدير الكابتن حسن أحمد لانضمامه إلينا وتوضيح كل الأمور التي تتعلق باستقالة المدربين في الدوري الممتاز، فشكرا جزيلا له. بالحقيقة ربما هذه الظاهرة موجودة عالميا لكن ليس بهذا الأسلوب ولا بهذه الطريقة، فانعكاسات هذا الأمر له مدايات علينا أوسع من غيرنا، لأن أصلا الوضع العام للكرة العراقية غير مطمئن، فتصوروا كيف سيكون أبعاد هذا الأمر على دورينا إذا ما استمر مسلسل الاستقالات. بالتأكيد أبعاده سلبية على النواحي الفنية والاستقرار التكتيكي وآلية العمل المنتظمة وعلى الحالة الاجتماعية والتزامات المدربين الحياتية في ظل يعني هذا الظرف المعيشي الصعب الذي لا يعلم به إلا الله. هنالك قضية إذن للحديث بقية. على الموعد نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بداء، مع السلامة.